ألا بس عيلي ألا بس، الشكايات هبلو شي ناس. الناموسة الناموسة جاها سكر وزهايمر. ألا بس عيلي ألا بس، كتهدد باش يوجدوا صواني، ولا غادي يكون التنازلات. عيلي لاباس لاباس. متابعينا الكرام، اسعد الله مساءكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وسلامه يا رب، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. فعلا انا كتفكرني الناموسة فواحد الإنسانة اللي كتشكي بأنها فعلا هي وخوتها عمرهم شافوا الرحمة من الأم ديالهم ولا الشفقة، كانت كتمارس عليهم التعذيب النفسي، أخبت أنواع الأمهات النرجسيات اللي هم بحال الناموسة. ربي سلط عليها العذاب في الدنيا وكنظن حتى في الآخرة، استغفر الله العظيم. قلبها حجر هاد الأم اللي لا تمت للأمهات المغربيات بأي صلة، كتلعب على المشاعر ديال المتتبعين ديالها بواحد الطريقة خبيثة. فهي حاشا واش تكون من الأمهات، كنت ما كنفهمش أشنو الرسالة اللي كتبغي توصلها، لكن كل نهار كتزيد تأكد لنا بأنها واحد الإنسانة اللي كتحاول تستعطف بالطريقة الخبيثة الناس اللي هما كيحاولوا يوقفوا معاها، مع أنها ما بقاش تستاهل شي واحد يوقف معاها، لأنها فعلا واحد شخصية اللي نرجسية. راه اليتم لهاد الوليدات حسن ليهم من أم بحال هادي، لأنها فعلا كاين الأمهات اللي داروا المنكر في ولادهم بحال هاد خيتي، شوهت بنتها وكتاكل ورث ولادها وكدير السحر والشعوذة. وزيد وزيد مجتمع عامر بهم، ماشي خيال علمي، البشر راه فهموا كاينين الوالدين عاقين ولادهم. متتبعين الكرام داخل الوطن وخارج الوطن، غنحاولوا نزيدوا نتقربوا من هذا الموضوع اكثر واكثر واكثر، لانه فعلا كيشكل واحد الخطر على واحد الافه الكبيره في المجتمع ديالنا. ما تنسونيش الزوينات والاخوان والاخوات، الله يخليكم من التعاليق ديالكم، لانها شي حاجه اللي فعلا كتهمني وكنبغي نشوفها في الصفحه ديالي، ونشوف الاراء ديالكم في خانه التعليقات. واذا كان ممكن ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. كيف ما شفنا الاخوان والاخوات الخرجه ديالها من جديد الناموسة اللي كتحاول تبكي وتشكي من جديد، هذا فقط من أجل استعطاف الناس، لأنها كتقول بأنها ما بقاتش قادرة تكمل. فهذا كيتبين على أنها ماشي ما بقاتش قادرة تكمل. هاد الإنسان أخذت هاد المواضيع وهاد الشكايات كواحد المصدر رزق، لأنها فعلا وقفوا معها الناس وساعدوها وساندوها. فهي كتقول عندها 4 ديال الشكايات وماشي سهلين، وكتقول بأنها الوقت الحالي كتحس بأنها صافي عيات. فهنا إلا لاحظنا بأنها اليوم اختلاف على البارح، البارح كانت كتقول في اللايف ديالها بأن اللايف الجاي غدا نقول، فهنايا كتحاول ما أمكن أدق ناقوس الخطر على الناس اللي هم مؤيدين لها في هاد الشكايات واللي كيساندوها، باش تربي بنتها كيف ما كتقول هي اللي كتحسبها هي عاقة، فكتضرب على الوتر الحساس. فاليوم ما شاء الله عليها قالت لهم النويطة
من الاخير. فالاخوان والاخوات كيف ما كنعرفوا اليوم خرجت وحاولت تعري على بعض الامور. كيف ما كنعرفوا كاينين هناك واحد الاطراف اللي هما فعلا كيساعدوها وواقفين معاها في هاد الامور هذه. عندهم هدف باش يصيفطوا واحد الانسانه ويتجبروا عليها ظلما وعدوانا اللي هي لبنى للسجن. حاولوا وداروا ما امكن وما عندهم غير الورقه ديال هاد الام المستهتره. لكن اليوم كنشوفوهم من بعد ما هما بداو كل شيء كيوخر، فهاد الانسانه بدات كتحاول تستغلهم داخل السوشيال ميديا. فنخليكم مع هذا المقطع. المهم هذاك هو الملف الكبير كاع، وساهلين هاد الملفات قولوا لي بالله عليكم سعاد منين غتجيبها؟ سعاد شنو غادي دير؟ سعاد واش دير كرده تعلق راسها؟ سعاد شنو؟ سعاد راه مرا وهذه ماشي قضية واحدة، هو ربعة الملفات، وكل ملفات عندهم جلسات، وكل جلسات كيكون استئنافات، وكل استئنافات هو ندازو الجلسات مثلا وتسهل. وعطيتكم مثال عاوتاني يجي استئناف استئناف عاوتاني يبداو جلسات استئناف عاوتاني يقدروا تكونوا تأجيلات كل ملف. سعاد منين 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 منين؟ الناس عياو، انا عييت. واش الناس عم كنطلبوا وانا بليلو بالنهار؟ صافي عييت خوتي، وهادشي راه مازال غنهضر عليه. عييت حتى واحد ميلومني، حتى واحد ميلومني لوقات حيت علاش الطرف الاخر عادي يفرحوا ويعجبهم الحال. حتى واحد ميلومني، حتى واحد حتى واحد حتى واحد ميلومني. وانا الا كتب عليا الله الحبس نمشي له، الا كانوا باغيين هما يدوني الحبس انا نسمح في كل شيء لراسي. انا نهضر مع استاذتي غنسالي معاها نقاد اموري، نخاوهم يدوني الحبس يديوني صافي، حيت انا مشيت نطالب بالحق نستاهل. إخوان الأخوات المتابعين الكرام، كيف شفنا هاد الإنسانة هادي، شوفوا كيفاش كتلعب على الوتر الحساس وكتبين بأنها فعلا ما عندهاش المشكل أنه حتى تمشي للسجن. فكونوا على يقين الإخوان والأخوات أنها ما عندها استعداد تمشي للسجن، وعندها استعداد باش تفضح. جاء الوقت اللي غتفضح الأطراف اللي أيدتها ضد بنتها وضد لبنى كذلك. فاليوم غنعيشوا واحد الأحداث اللي هي فعلا هارقة، شي أمور غدا تفجر اللي غدا تبين بعض الحقائق اللي غتخلي عقول المتتبعين غدا توصلها الرسالة أن هناك انتقام فقط. فلا هناك، ما كاينش المصداقية، ما كاينش الحقيقة، كاين فقط الكذب والتدليس والتضليل. فالإخوان والأخوات كيف ما كنعرفوا هاد الأم هادي اللي هي يا الوقت الحالي كتحاول تربح قضية العقوق وقضية الاتجار في البشر، كانت كتهم بأن الطرف الثاني كيدير غير الشكاية بعشرين درهم، ولكن هي كديرها بواحد الثمن اللي هو باهظ. لكن هناك بعض الأمور اللي هي كانت في المخيلة ديالها أنها فعلا غتوصل للمبتغى ديالها لمجرد إشباع رغبة الانتقام، محاولاتها كتبوء بالفشل. لكن هذا كنظن بأن الله سبحانه وتعالى كيحاول يعطيها واحد الفرصة باش تراجع وباش تتضح بعض الأمور ويتبين لها بأنها هي الخاسرة. فكيف ما شفنا الإخوان والأخوات، غادي نخليكم مع واحد المقطع تاني لأنه غادي تزيدوا تفهموا بزاف ديال الحوايج اللي هي كانت غائبة على المتتبعين الكرام، اللي هي حاولت توصلها كرسالة فعلا للناس اللي ساندوها في الظلم. الأمر وعليت هادشي طويل ومجرجر ومازال وبزاف ديال الحوايج، وانا صعيب عليا هادشي، طلع عليا اكثر من القياس، اكثر من القياس، صعيب 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 صعيب. كنبقى نخمم 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 نخمم، وهما عيعجبهم يسمعوا بحال هادشي هذا وفي اليوتيوب، عيعجبهم يسمعوا هادشي هذا وفي اليوتيوب، عيعجبهم عيوصلهم يقولوا الله عيات عيات عيات. وشحال قدني شحال قدني بقى صابره، وانا اللي صابره بوحدي لهاد المحاين. قال الله شنو غنبقى نطلب الناس بالسيف عليهم يعطوني؟ لا
الناس مساكن عطاوني الله يخلف عليهم الله يخلف عليهم عطاوني شحال هادي شحال هادي وتسالة خلق خوت بغاو يعاونوني شكرا لي شكون هما والله ما عرفت نضحك ولا الطوم ولا عيط عطاوها شحال هادي وتسالة ودابا فيق شافيق نوضو نوضو جمعوا السينيارة الناموسة صافرة دخت ليها الحلوفة وغدا دير لكم فراشة فلذا حاولوا تنقضوا الموقف لأن صحاب 20 درهم شكاية 20 درهم ربي ناصرهم الحمد لله وراهم في واحد اللمة اللي يحسدون عليها الله يخليهم ديما مجموعين. فكيف ما كشفنا احنا الإخوان والأخوات لبنى كتعطينا واحد الصورة واحد المثل ديال المرأة الأصيلة اللي قاعدة كتلملم في العائلة ولا تبالي لمعتوها بحال هادي الوقت اللي هي كتقلب كيفاش تصيفطها للسجن وكذلك واصلة بها الجرأة أنها كتقول لك أنها ما عندهاش المشكلة تصيفط حتى البنت ديالها للسجن الإخوان والأخوات. فالمتتبعي الكرام فشوفوا المهزلة اللي احنا عايشين فيها. غنخليكم مع واحد المقطع تاني اللي غادي تشوفوا كيفاش هي كتستفز وتحاول ابتزاز الاشخاص اللي هما كيدعموا هاد الملفات ديالها لانهم مجموعة اشرار. في عوض انهم يقولوا لها اتق الله في نفسك فهي اليوم هي فعلا ولات محتاجة انها ترتاح وكتقول بانها محتاجة تعالج نفسيا لانها فعلا عرفاتهم غادي كل شيء يوخر وغادي يخليوها في المعمعة بوحديتها هاد الشي بالأكيد. شيماء حنان بغاو يعاونوني صراحة وديك الوقيتة شنو قلت لهم أنا قلت لهم ما نضركمش أخوتي فهاد الساعة ما تعاونونيش ومرة أخرى إلا احتاجيتكم غنقولها لكم ما تعاونونيش المرة أخرى إلا احتاجيتكم غنقولها لكم ها انتم كتشوفوا شيماء قلت قناتها مشات لها مشات لها حقها هادي انا ما يمكنش انا عاوتاني السيده مشات لها قناتها واش نقول لها عاونيني بالسيف ما يمكنش حتى هي عندها ظروف حنان في الصيف راه ما خدمتش في الصيف تقريبا شهر وهي كونجيويه وهي هنا في المغرب يعني راه واحد الشهر ما دخلتش كاع الفلوس يعني كانت كدير فيديو مره في 5 ايام ولا 4 ايام فيديو ما عندهم ما يدير هي بحال اللي كتحرك شويه القناه وصافي الادسنس طايح كان في الصيف مره الادسنس طايح على كل شيء طايح الادسنس واش انا نقول لهم انا عاونوني بالسيف كله عنده ظروفه انا ما يمكنليش اي كل واحد نقول له اعطيني ولا عاوني ولا هذا قالوا في واحد الوقيته واحد الوقيته وقعت ظروف ما يمكنش انا نقول لهم عطوني لا انا ماشي ظالمه لا قالوا لي داك لابيغوت اللي قالوا نعاونو قلت لهم انا عندي واحد البركه دابا هاني كنقضي بيها هاني كنقضي بيها المهم عندي واحد هذا عارفه راسي ديك الجلسات اللي كانوا عندي ديك الساعات خلصتهم هذاك الشيء اللي كان عندي يعني خلصت ديك الجلسات عاوتاني هذه الجلسه اللي جات عاوتاني حتى هي اديت الواجب ديالي وكان وهكا كنطلب المسامحه من الاستاذه ديالي الا ما طلبيش منه بالسيف غير ديري لهم ام فريش في اليوتيوب اكل بارود وحده وحده حطيهم سد فيهم ايش وعد وين على الشيطان راه طلعت لك نادوز للراس تكيسي شوري 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 راه مالا حريره واش من حريره هادي وهما كيجروا يمينا يسارا باش يجمعوا لانه عارفينك سوف تتفجرينا وغتخلي طيح اكثر من نهيض وغتحطي كل شيء الا ما داروش معاك الحل. فالاخوان والاخوات كيف ما كنعرفوا الناموسه تلعب على الوتر الحساس وعلى الحبال كذلك. فكيف ما كنعرفوا فهي كتبين لنا بانها الوقت الحالي كتقدر انها تاخذ القرار ديال انها تنازل وتستسلم لكن انتظروا الحدث لان فعلا الناموسة كتحاول تدير واحد تمويه للناس وكتحاول كذلك تضغط على الاطراف بالطريقه ديالها اللي هي كتساعدها. فالناموسة كيف ما كنعرفوا عندها فعلا ممتلكات وكيف ما كنعرفوا فهي كتقول لك انا
البنت خاصة هي اللي تجي تسامح معايا، وخاصة هي اللي تجي طلب مني السماحة. فكيف ما كان عارفوا كذلك أن البنت عندها شكاية ضد الأم ديالها اللي هي تشهير، فالناموسة الوقت الحالي عند العد التنازلي عند الجلسة يوم الاثنين، وهناك جلسات مازال ما تحددتش التاريخ ديالها، كتحس بالخطر قرب منها. فذكرات لبنى لأنها كتحاول ما أمكن أنها تتاجر بلبنى اللي كتقول لك هما كيتاجروا بها، مع أنهم لا يبالون لأمرها. كيف ما كنشوفوا لهم فترة بأنهم ما كيحاولوش أنهم يقربوا لها ولا يهدروا عليها، لكن هي كل خرجة كتحاول تستفزهم الإخوان بأي طريقة ما. فكيف ما كنعرفوا قالت كعلاش لبنى مع هاد الشي كامل اللي دارت ورزقها اللي خسرات كتبورد بحال التور. وسمحي لي لبنى من هاد المنبر، ما عرفتيش لبنى علاش كتبورد بحال التور؟ لبنى كتبورد بحال التور لانه كيقولك من حدك انت حاضيني وربي انا عاطيني، لانك انت عندك النفس ديالك خبيتة وكتحاولي توسخي الصورة ديال واحد الانسانة اللي في يوم من الايام دارت لك الخير في بناتك اللي كانوا في واحد السن حرجه اللي تخليتي عليهم انتي، وبركتي كتبوردي بالطول وبالعرض. فكذلك الاخوان والاخوات حاولت انها تبين بان لبنى كتدخل من عندها بدي فوق كونت، وقالت لها علاش ما تطلقيش اللي عندك النفس. فماشي لبنى اللي غتقول لك هذا الكلام، راه المتتبعين الكرام كاملين والمجتمع كامل مستغرب بانك انت علاش ما مشيتيش تطلقي وديري اجراءات الطلاق. اما دام مني انتيا يا فعلا متاكده من زين المحارم اللي مازال كتاكديها لينا الى يومنا هذا في لايفاتك وفي الخرجات ديالك، وحاولتي تضربي في القضاء النزيه، وهذا الشيء مثبت عليكي. فكنظنوا حنا واحد الانسان منين عرفوا ارتكب واحد الجرم مع الابن ديالي اللي هو زين المحارم، اكيد ما غنبقاش على الدم ديالو. فالاخوان والاخوات كيف ما كنعرفوا هناك تناقض كبير، فهذا كله من اجل فقط الماده. فغنخليكم مع واحد المقطع اخر باش تاكدوا بان هذه الانسانه هذه كتحاول ما امكن انها تخدم بالموضوع ديال بنتها، وكذلك تستعطف المتتبعين لان هذا الشيء ولا عندها في الدم. جلست من بعد وما يجيو هما منفات جايين كبار، ماشي ساهلين داك المنفات، حيت انا دايره استاذه ما شاء الله كبيره وكتجي من كازا لهنا، الله يكون لي في العوان. انا كون دايره شي استاذ هنا نفس عيطيح لي شويه، المهم عيطيح لي داك الشيء على قد جهدي، وغنمشي غاديه بستارتر كنتقاتل تنخلص داك الشيء. ما قلت شي واحد عاوني، غنبقى ندابز في اليوتيوب ونتقاتل، ندابز ونتقاتل مع الفيديوهات، ندير فيديو ندير هادي ندير لايف. ما سمعوش كنقول ندابز ونتقاتل مع الناس، لا زعما ندير فيديوهات نخدم على راسي، هي هادي بالعربيه الشرح ديالها هي نخدم على راسي، ندير فيديوهات من هنا لهنا ونخلص داك ديال الاستاذ ولا استاذ اللي درتو من فاس. ولكن لا، انا مشيت كما تيقولوا البلاصه كبيره، مشيت لبلاصه كبيره ومشيت تركازا وهادي وهادي. انا مش نقول لكم، واي واحد كيتخلص على قد كما تيقولوا على قد على حسب زعما راه بعيده، الله يكون في العوان، راه كتسمح بحال اللي كتسمح في خد النهار كامل كيمشي لهنايا، يعني ما كت من ثلاثة الليل وهي فايقه، وعاد كتجي وكتقي النهار كامل هنا، وعاد كتمشي العشيه، راه الله يكون في العوان. راه الا جات في كازا دوز جوج ثلاثه الجلسات تما معنا اخرين. المهم انا كنقدر الموقف ديال اي واحد. مسكينه هاد الاستاذ، مسكينه هاد الاستاذه هادي دللتي بها هاد اليومين، مع احترامي ليها. وشوفوا المتتبع الكرام واش الانسانه عندها العقل ولا ما عندهاش. وشكون قال لك تمشي تعلقي فين تفلقي؟ وشكون قال لك لا تبقاي غدا جايه للمحاكم وديري في الشكايات؟ راه عفى الله عما سلف كيف ما كنعرفوا، راه الاسره ماشي شي حاجه سهله،
راه باش تجمعي الاسره ديالك ماشي شي حاجه سهله، فانتي مازال الى يومنا هذا كتقولي انا بنتي خصها هي اللي تجي تصالح معايا، بنتي هي اللي خصها تجي تسامح معايا، وانا كندخل وكنسمع الاحاديث وكنسمع هنا ونسمع هنا ونسمع هنا ونسمع العقوق. واش كتعرفي بان الجرم اللي ارتكبتيه في حق بنتك الى يومنا هذا راكي فعلا كتغلطي في حقها، مني كتخرجي وتقولي قدام المجتمع كامل انا غنصيفط الحبس وتولد تما، فانتي كترتكبي الجرم مرة واثنين وثلاثة واربعة ومازال كتأكدي زين المحارم، فانتي متمادية اكتر من لازم. ففعلا الناس طلعتي ليهم فراسهم بهادشي ديالك، لانك في عوض تمشي ديري روتينات وانتي كتقولي باغا تخدمي وتقاتلي في اليوتيوب. لا، انتي ما كتقاتليش في اليوتيوب، انتي كتقاتلي مع عباد الله. اهم حاجة عندك انك تحاولي توسخي الصورة ديال لبنى، ولبنى راه ما مسالياش لك، عايشة حياتها وجالسة كتكمل في امورها اللي كتخصها هي وعائلة الزوج ديالها. ضربي في بنتك مرة، انتي وصلت بك الجرأة انك وليتي كتمشي لقنوات الناس اللي على اوتور وكتكتبي كلام اللي هو ساقط. فانتي واحد الانسانة فعلا اللي شوهتي المجتمع المغربي بجميع المقاييس، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ففعلا موضوع اللي هو يا الانسان ولا كيحشم حتى يتناقش فيه، جبتي العار لولادك، جبتي لهم الدل، جبتي لهم الشوهة، درتي لهم وصمة عار الباقي طول العمر. فانتي غير كتعرفي راسك صافي تغلبتي كدي تبكي وتخنني علينا، فكتحاولي ما امكن تستعطفي المتتبعين، فكتقولي انا ماشي مشكلة الا مشيت للسجن. ف بنتك سبق ليها وذكراتها وكتقولك انا الا كان شي حاجه ما نصيفطش ماما للحبس، لكن انت هان عليك انك تمشي بنتك للحبس وتولد تما كاينه، وبغيتها هي اللي تجي تطلب منك السماحه، وليتي كتقولي هي اللي تجي تطلب منك السماحه. انت لو كنتي كتقلبي فعلا على السماحه غادا تعرفي كيفاش تلاقي بنتك وغادا تسامحي معاها، لكن انت كتقلبي تخدمي على الموضوع ديال بنتك باش تجيبي بعض الدريهمات وتستعطفي المشاهدين والمتابعين. فمني كتذكري بان ما شاء الله عندك الديور وهاللي راهنها وهاللي كارياها وعندك الصنعة ديالك وكتخدمي في اليوتيوب، انا لو منك غناخد واحد القرار اللي هو فعلا يكون صائب، نخلي بنتي الوقت الحالي تحل امورها ومشاكلها وتستاري في محلها جديد، ونخلي الأمور القانونية تأخذ مجراها قانوني، وكذلك نخلي النفوس تهدى ونخلي كل شيء للأيام والزمن، على الأقل تأخذوا واحد الفترة ديال الراحة اللي تهدى فيها النفوس. لكن للأسف انتي دايما كتنكشي في الجرح ودايما كتحطي ايدك على الجرح حتى البنت كتجفل، عمرك ما غادا تربحي هذيك البنت مره اخرى الا بقيتي بهذه الطريقه هذه. وكوني على يقين لو تاديها حتى اللي عندك في الدار الاخرى غتشوفك بانك واحد الام اللي متجبره، وتقدري انك اي حاجه تصنعيها فيهم اللي كتضرهم غادي تفلت من بين ايديك. فانتي دخلتي نفسك في دوامة، مرة بغيتي تلقي، مرة بغا تزوجي خارج المغرب، مرة بغا الصلح. يعني انتي الوقت الحالي عايشة في دوامة. متتبعين الكرام، ما نبغيش نطول عليكم، كيف ما شفتوا الإخوان هاد الإنسانة هادي اللي كتحاول ما أمكن أنها تبتز الناس اللي كيوقفوا معاها طريقة ديال الاستعطاف ديالها، تأكدوا أن عندنا مستجدات اللي جد خطيرة، أنها فعلا كتاخد استشارات في الخاص باش تحاول أنها يعطيوها الجواب، هل ما زال عندهم استعداد يوقفوا معاها أو لا غدا تستسلم. وكذلك غادي يخرج هذا الملف اللي هي فعلا متمسكة به
يا بو بالفشل الذريع، وهنا غتكون الطامة الكبرى لمجموعة الأشرار، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. والظالم ما كينصروش الله على المظلوم، كيف ما كنعرفوا الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فهذا الشيء كيبين بأن الله سبحانه وتعالى ما بغاهمش يتغلبوا على ديك الإنسانة اللي ظلموها وحقروها وتعدوا عليها في السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا. فللأسف شوفوا فين وصلنا في المجتمع ديالنا، وشوفوا الأسر ديالنا اش طاري فيها، وشوفوا هاد الناس كيفاش كيعريولنا على أسرار المجتمع ديالنا، وشوفوا هاد الناس هادو كيفاش كيخليو الفضيحة اللي شي حاجة متداولة اليوم بكل أريحية في السوشيال ميديا وما عندهمش المشكل. فالإخوان والأخوات، هل أنتم مع هاد الشي اللي كيوقع أو ضد هاد الشي اللي جالس كيوقع؟ فكيف ما عرفنا هاد الأم هادي اللي ما بغاش توقف عند حدها فعلا، فالناس حاولوا ينصحوها أنها إلا عندها شي حق توكل أمرها للرحمن وتخلي القلوب تصفى، لعل الله ربي يجبر بخاطرها وكذلك البنت ديالها تصالح معها. لكن هي عندها واحد الهدف اللي خابيت، فهنا ما غنتظروش انتصار ديالها، هاد الشيء اكيد ولا محاله منه. اش غنقول لكم، الله يدير شي تاويد الخير. فعلا هذا الموضوع انا اللي كنحس بالشمئزاز مني كنجي نتناقش فيه، لان شي حاجه اللي تحزن القلب تحزن الخاطر. ام غير متوازنه لا نفسيا ولا عقليا، لان بالنسبه لي انا يا ليست المراه المغربيه اللي فعلا خصها تكون الاصاله والمعاصره اللي تعطي واحد المثال ديال المراه المغربيه المشرفه البلد ديالها. فهاد الانسان اللي دار لنا وصمه العار كنشوفوها اليوم تسرح وتمرح بكل اريحيه، وكتحاول تبين لنا انها الام المضحيه والام المظلومه المكلومه. فكيف ما كنعرفوا الاخوان والاخوات، قضاياها راهو طرحت في المجتمع وكانت قضيه راي عام، اصرت انها تكون قضيه راي عام، فهذا الشيء غير مسموح به. فيوم الايام هي اجبرت الجميع انه يتقبل طرح موضوعها امام الملأ، فاليوم ما غاديش نسمحوا لها تزيد تتمادى باش تبقى تطرح لنا الفضيحه. فشوفوا هاد الانسان اليوم كيفاش اتخذت هاد المسار اللي خداته بحال مصدر قوت لها، لان كتعيش على كيف ما كيقولوا كتعيش على قفا موضوع الابنة ديالها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما نبغيش نطول عليكم خوتي وخواتاتي المشاهدي الكرام المتتبع الكرام، أحبكم في الله جميعكم داخل الوطن وخارج الوطن. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم فضلا وليس أمرا، لأن تعاليقكم شيء مهم بالنسبة لي. ما تنسونيش من لايكات ديالكم، فبفضل الله وفضل يرجع لكم كذلك، القناة كتكبر كتشجعوني. شكرا لكم بزاف بزاف، أحبكم في الله. معليش الصوت ديالي هاد اليومين شوية عيان، لأنه كيف ما قلت لكم لا سيزون تبدلات شوية ديال البرد لا غريب. الله يشفينا ويشافي الجميع. شكرا لكم بزاف بزاف، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. ما بغيش نذكر واحد نقطة ما غداش نطول فيها، بالنسبة للزوج كيف ما كنعرفوا ديال يسرى راه كان الحصري، لان هاد الزوج هذا المتملق اللي هو كذلك ما كنعتبروش انا الرجل المغربي الاصيل، لان بالنسبه لنا حنا الرجل المغربي الاصيل ما كيديرش هادشي اللي دار هاد الانسان هذا. راه جالس كيطلب ويرغب في الخاص، لكن يسرى مازال ما عطاتوش
الجواب الشافي، لأنه حاول يضايقها في السوشيال ميديا ويبين لها بأنه مستعد للحرب معها ويكون ضدها. كذلك حاول يتواصل مع واحد القناة يبعث لها اعتذار، يرسل لها اعتذار، لأنه كان يحاول أنه يكون عنده إيد مع جميع القنوات اللي هي ضد يسرى، لكن للأسف طاح في واحد الفخ ديال أنه باع راسه رخيص. فللأسف هذا هو حصاد اليوم، والسلام عليكم.